السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان، لكي نوضح بيان العلم وعلم البيان من خلال القرآن. عنوان هذه الحلقة: البعد الرابع وأقطار السماوات. نتحدث لكم فيها عن ما هي الأسباب، الأبعاد والمحاور التي عددها 11، ما هي نظرية كالوزا كلاين، ثم كيف حدث الإسراء والمعراج، ثم نتحدث لكم فيها عن المعجزات وكيف حصلت في أبعادها الأخرى. البداية، ما هي الأسباب؟ وردت كلمة الأسباب أنها تخص منافذ الأرض أو المنافذ نحو السماء. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وقال تعالى: فليرتقوا في الأسباب، أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. إذن الأسباب هي أقطار الأرض. فقال تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار، وليس قطر، فالدائرة أو الدائرة لها قطر واحد، فهنا قال أقطار السماوات والأرض فانفذوا. طبعا الأسباب التي هي في السماوات تختلف عن الأسباب التي هي في الأرض، مثل ما سوف نرى عن أسباب ذي القرنين: أتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا. إذن هذه الأسباب هي التي تعرج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكلمة الإسراء تعني الأسباب الأفقية، أما كلمة المعراج فتعني الأسباب أو الطرق العمودية. فليرتقوا في الأسباب، ذي القرنين أتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا، وبينهما ربما هندسيا زاوية تساوي 90 درجة. إذن الإسراء حركة أفقية، والمعراج هو الحركة العمودية. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما في المعراج فهنالك أسباب إلى السماوات. إذن يجب أن نتخيل كلمة الأسباب على أنها الطرق أو المنافذ التي توصلنا إلى ما فوق غلاف الكرة الأرضية، أسباب السماوات. إذن السماوات لها أسباب، لها طرق. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ربما أهم هذه الأسباب موجود فوق مدينة القدس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى طبعا هو قادر على كل شيء، كان قادر أن تحدث عملية المعراج فورا من مكة المكرمة، لكن أحضر رسوله الكريم إلى المسجد الأقصى. لماذا أحضره إلى الأول منافذ الأسباب، ثم صعد به من هذا السبب إلى السماء؟ وحتى أثناء العودة لم يعد به مباشرة إلى مكة، لكن أعاده إلى ما يسمى المطار الكوني، لأن السبب يصل بين فوق القدس وبين السماوات العلى. فعاد عن طريق هذه الأسباب إلى القدس ثم عاد إلى مكة المكرمة. إذن أسرى به إلى السبب أو مفرد الأسباب، ثم صعد به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وحينما أعاده أعاده من هذا السبب أو من هذا الطريق ثم أرجعه إلى بيته. إذن هذه الأسباب الله سبحانه وتعالى وضعها لنا، لكن هي لها أبواب ومنافذ محروسة. اكتشف هذه الأبواب المحروسة الجن،
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، والحرس دائما يكون عند الأبواب، وشهب الشهب الرجم الشهبي يعم الأرض كاملة، لكن هذه الأسباب أو هذه المنافذ حولها حرس، ولا يمكن إلى عفريت الجن أو المارد من الشياطين، إذن لا المارد من الجن ولا العفريت يستطيع أن ينفذ، إذن يجد له شهابا رصدا، إذن فورا الشهاب يرصده لأن الشهاب يحرس هذا الباب ولا يسمح له من المرور. لذلك حينما صعد صلى الله عليه وسلم في الأسباب كان معه جبريل وكان يأخذ الإذن لعبور هذه الأسباب. حتى الملائكة الكرام إذا أرادوا النزول إلى الأرض عن طريق هذه الأسباب يحتاجون إلى إذن من الله مباشر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وليس عشوائيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. لذلك نحن عندنا حسب حواس البصر عندنا أن المحاور هي 3 محاور فقط، لكن حسب هذه الفقرة سنقول أن المحاور وصلت إلى 11 محورا حتى الآن. المحاور عندنا هي الطول والعرض والارتفاع وبينهما زاوية قائمة. إذن هذه الأبعاد المعروفة عندنا حاليا طول وعرض وارتفاع، أي حجرة نجلس فيها نجد لها طول وعرض وارتفاع، أو ما تسمى عند السادة الطلاب الهندسة الفراغية. فالهندسة المستوية هم بعدين طول وعرض، لكن في الهندسة الفراغية نضيف بعدا ثالثا. حينما أضفنا بعد ثالث فقط تصوروا أصبح عندنا علم يسمى الهندسة الفراغية، وأصبح علما معقدا جدا بالنسبة إلى الطلاب. بين الهندسة الإقليدية الهندسة على مستوي طول وعرض، عندما نقول إلى طلاب المرحلة الثانوية عندكم هندسة فراغية فيعني يصبح عندهم شبه صدمة علمية أنه الهندسة الفراغية فقط إذا أضفنا بعدا ثالثا. لكن بدأت المحاور يعني فقال هناك بعد رابع وبعد خامس. أينشتاين في الواقع قال أن البعد الرابع هو الزمن، هذا خطأ علمي ثبت بعد أينشتاين، أن الزمن ليس له علاقة مع الأبعاد وليس له علاقة مع الأسباب. يعني لا يمكن أن أقول طول وعرض وارتفاع ثم أقول زمن، يعني هو من صنف آخر الزمن وليس من صنف يمكن قياسه عن طريق المتر. فإذا يجب أن نبعد ما يسمى نظرية البعد الرابع. فالبعد الرابع الذي تحدثت عنه النظرية النسبية ليس له علاقة لا في الأسباب ولا في الأبعاد التي نتحدث عنها غالبا في علم الهندسة الفراغية. إذن قضية البعد الرابع يجب إبعاده، ويجب أن نعود إلى هذه الفقرة التي فيها نظرية كالوزا كلاين. عالمين أوجدوا هذه الأبعاد في عام 1926. فتوصل كالوزا كلاين على أن الأبعاد هي 5 أبعاد فقط، فقالوا في عام 1921 بدأت النظرية وانتهت في عام 1926 اكتمالا، فقالوا في عام 1921 إن الكون ذو 5 أبعاد. وقال كلاين إن البعد الخامس هو بعد ملتف. لكي نتصور ماذا يعني بعد ملتف، نحن عندنا أن الأبعاد هي مستقيمة، الطول مستقيم، العرض مستقيم، والارتفاع مستقيم، لكن قال الأبعاد البقية هي أبعاد ملتفة. تصوروا عندنا خرطوم مياه شكله دائري وهنالك نملة تمشي على خارج هذا الأنبوب، إذن تكون ماشية على مسار ملتف. هذا الموضوع أو المسار الملتف قالوا أن الحركات عبر الأكوان تتم عن طريق حركة حلزونية. حتى في الأساطير القديمة قالوا أن إبليس أو الجن يتحركون نحو الأمام ليس مثلنا بحركة مستقيمة، يتحرك ضمن حركة حلزونية ملتفة. من هنا جاءت الأسطورة المضحكة، أسطورة نعل الفرس. نعل الفرس هي دائرة ناقصة، لماذا يضعونها على الأبواب في السابق؟ قالوا إذا جاء إبليس بحركته الدائرية وأراد الدخول إلى هذا البيت فهذه الدائرة ناقصة، فيدور قسم من الدائرة ثم يسقط على باب البيت ولا يستطيع الدخول.
إذا لكن من هنا هي فعلا كحقيقة علمية أن الأبعاد الخمسة البقية كانت أبعاد ملتفة حسب ما قال كلاين. أما جاء مايكل كلين وجون شوارتز وأوصلا الأبعاد إلى 10، فقالوا 9 للمكان وواحدة للزمان، أي لا زال عندهم قناعة بأن هنالك بعد هو بعد الزمن الذي تحدث عنه أينشتاين. لكن بعد أن أنهوا موضوع الزمن وعلاقته مع أينشتاين، وصلت حاليا الأبعاد إلى 11 بعدا، وعرفت هذه النظرية باسم نظرية M. إذن الأبعاد المختلفة أصبحت الآن هي 11 بعدا، وشملتها نظرية تسمى النظرية الشاملة أو نظرية M. وهذا ما أردنا إيضاحه لكم في بداية هذه الحلقة. نتحدث لكم بعدها عن أسباب الأرض وكيف حصلت المعجزات عن طريق الأبعاد الأخرى غير الأبعاد المكشوفة لدينا، فظهرت بالنسبة لنا على أنها معجزات. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بعد أن تحدثنا عن أسباب السماوات وأوضحنا ما هو الإسراء وما هو المعراج، وأن الأبعاد قد وصلت عندنا الآن إلى 11 بعدا وليس 3 أبعاد، نتابع معكم الآن عن أسباب الأرض التي اتبعها ذي القرنين. قلنا السبب بمعنى الطريق، أو الهدف أو المنفذ. بصراحة السبب هو المنفذ، أي الممر الإجباري. فذي القرنين اتبع في الأرض 3 أسباب، أو عبر من خلال 3 منافذ. المنفذ الأول، اتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. إذن اتبع، فكان ذي القرنين في منطقة لها 3 أسباب أو 3 منافذ يمكن العبور منها، فربما كان ضمن منطقة جبلية فيها منافذ. هذه المنافذ في اللغة نسميها الشغور. الشغور هي المنفذ عن طريق الجبال. وهنالك مدينة في لبنان تسمى مشغرة، وكلمة مشغرة في اللغة العربية حينما نصيغ الكلمة على وزن مفعلة تدل على الكثرة. فالمكتبة المكان الكثير الكتب، المدرسة المكان الكثير الدراسة، المعركة المكان الكثير العراك. إذن سموها الشغور أو الشغر أو المشغرة، هذا المصطلح الذي أصبح عليه الآن متعارف بين الناس. بدل كلمة الأسباب بهذه الفقرة، بدل أسباب الأرض، قالوا أنها تسمى الشغور، وسقطت كلمة الأسباب من ذهن الناس. إذن ذي القرنين أتبع سببا، إذن اتبع منفذا أو شبه ممر إجباري حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. إذن أتبع سببا آخر عاد، وأتبع سببا آخر فأوصله إلى مطلع الشمس. نلاحظ ربما والله أعلم أن يعني أن هذا الموضوع يعطينا فكرة عن أنه سار بعكس الزمن. إذن سار إلى مغرب الشمس أولا، ثم سار إلى مطلع الشمس. فهل يعني هذا الحدث الذي وصل، الذي جاءنا عن طريق صورة الكهف، وصورة الكهف لها مدلولا أيضا أعمق، فهل هذا يعني أو يعطينا فكرة عن الكهف الزمن أو عملية الرجوع في الزمن؟ والله أعلم، هذا موضوع يحتاج إلى التفكير. لكن ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ بين السدين. الملاحظ أن كلمة أنه بلغ بين سدين وأتبع سبب، واضح أن السبب يعني المنفذ. لذلك في هذه الفقرة ماذا يعني كلمة الثقب الدودي؟ فالثقب الدودي هو يعطي منفذ أو سبب بين عالم الحياة الدنيا وعالم الآخرة. إذن هو أيضا قلنا أنه عبارة عن منفذ يوصل إلى العالم الآخر، لكن عن طريق حاجز أو عن طريق برزخ. قال تعالى عن الأموات رحمهم الله أجمعين: ومن ورائهم برزخ.
إذا عبروا هذا البرزخ أو عبروا هذا الحاجز، لكن يعبرونه عن طريق منفذ أو عن طريق سبب يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذا وتتم هذه الحركة عن طريق الثقب الدودي، لكن بحركة حلزونية ملتفة. ماذا يعني شريط موبيوس؟ وضع موبيوس عبارة عن شريط ورقي وسناه بشكل ثاني، أي جعله على شكل ما يسمى الانفينيتي أو اللانهاية، أو على شكل الرقم 8 في اللغة الإنجليزية. إذا دار الإنسان على شكل رقم 8 فليس عنده لا بداية ولا نهاية، وسموها دائرة الانفينيتي أو اللانهاية. إذا أوجد موبيوس هذا الشريط ووضع عليه مجموعة من النملات. في الواقع قد يبدو أن النملات كلها على جانبين مختلفين من الشريط، لكن هم في الواقع على جانب واحد. لذلك قال تعالى صراحة عن السماء أنها ليست فراغ، قال هي عبارة عن نسيج كوني وفيه هذا الثقب الدودي. فقال والسماء ذات الحبك وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن لا يمكن العبور إلى الجانب الآخر إلا عن طريق هذا الثقب الدودي الذي يوصل بخلال لحظات إلى موضوع العالم الآخر. بهذه الفقرة سوف نتحدث عن المعجزات التي جاء بها الرسل الكرام. قال تعالى صراحة عن عالم الأرض، طبعا نحن متفقون أن الله على كل شيء قدير، لكن هو بمشيئته أراد أن لا يغير قوانين الأرض. فقال تعالى ولن تجد في عالم الأرض لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن لا يغير القانون ولا يبدله، لكن والله أعلم أن الرسل الكرام قد حصلت معجزاتهم عن داخل الأبعاد الغير مرئية لنا، الطول والعرض والارتفاع. هي الأبعاد موجودة لكنها غير مرئية لنا، فبدأ الحدث بالنسبة لنا هو إعجاز، لكن الله وضع هذا العمل بضمن دائرة الأبعاد الأخرى. على سبيل المثال إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نلاحظ القصة تقول خذ 4 من الطير صرهن إليك، ثم وزع قم بعملية التوزيع على الجبال، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ربما الله سبحانه وتعالى جاءه سعيا عن طريق هذه الأبعاد الأخرى، أي ما يسمى عندنا حاليا طبعا ولله المثل الأعلى، حينما في البرامج الرياضية مثلا حين دخول الهدف تعيد الكاميرا الهدف بشكل بطيء أو تعيده إلى الخلف، أصبح الموضوع بالنسبة لنا موضوعا عاديا نراه. لكن إذا فكرنا من ضمن هذا المنطلق وبشكل فكري متطور، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أصبحوا موزعين على شكل هي قطع موزعة على الجبال، قام بعملية الإعادة والتفاف إلى الزمن فأعادهم بالشكل الذي كانوا عليه. قلنا هذه القاعدة موجودة عند الله سبحانه وتعالى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، أي عملية التفاف وإعادة إلى الزمن والذاكرة. ربما والله أعلم أنه يوم القيامة حينما سوف تعرض علينا أعمالنا كاملة سوف يتم عملية شريط الزمن بالكامل، فيقول لي انظر إلى هذه الأفعال التي عملتها، هذا شريطك من البداية إلى النهاية كعملية التفاف للزمن. وهذا ربما أوضحه ذي القرنين أنه بلغ مغرب الشمس ثم مطلع الشمس، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن هذه العملية وهذه المعجزات عند إبراهيم أيضا مثل ما حصل مع القتيل عند بني إسرائيل في سورة البقرة. إذن من بعد أن ذبحوا البقرة قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن عملية إعادة للزمن فأحيى القتيل وتحدث من هو القاتل. إذن القرآن الكريم مليء جدا بموضوع الأسباب والأبعاد والمحاور، وتحدث عن عودة الزمن، وأعطانا الدليل القاطع الذي بدأ بالنسبة لنا فعلا هي حقيقة وهي معجزات كبرى. ومثال آخر وعلى السريع، حية موسى عصا أصبحت حية، الله قال له سنعيدها سيرتها الأولى. إذن دائما هنالك عملية إعادة.
إذا طيور إبراهيم أصبحوا قطع مفرومة من اللحم والزيوع على الجبل فأعيدوا إلى حالتهم الأولى، أدعوهن يأتينك سعيا، عصا موسى عصا ثم أفعى ثم عصا سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، بعد أن خرجت بيضاء أعيدت ثم عادت يد عادية. إذن هذه العملية عن طريق الأسباب وعن طريق الأبعاد الأخرى تعج بها آيات القرآن والقصص القرآني بهذا الرقي، فيجب أن ننظر إلى القرآن بهذه الشمولية وبهذا الوضوح، ليس فقط عبارة هذه الكلمة أو عبارة عن طريقة شرح الكلمات، لأنه كما قلنا أنه لا تنتهي عجائبه، فيجب عند دخولنا إلى القرآن وقراءة هذا القصص الذي أعطينا منه بعض الأمثلة أن ننظر إلى شمولية طبيعة العمل في الكون، وأننا أوتينا من العلم قليلا لأننا نعيش ضمن حيز مغلق ضمن ثلاث أبعاد فقط، يعني لم نستطع لحد الآن أن نتصور البعد الرابع، فكيف قال العلم أن عدد الأبعاد قد وصل إلى 11 بعد؟ ما أردنا إيضاحه أو إيصاله لكم من خلال هذه الحلقة أن هنالك أسباب للسماوات، أسباب للأرض، والسبب هو المنفذ في اللغة العربية، وهنالك ثقب دودي يوصل دود يعني متحرك بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وأن المعجزات التي حصلت مع رسل الكرام عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين قد تمت عن طريق أبعاد أخرى، لكن حصلت ضمن أبعاد أخرى، الأبعاد موجودة، فبدت بالنسبة لنا معجزات أو فوق التصور العقل البشري لأننا محبوس ضمن ثلاث أبعاد. الفكرة على السريع، إذا قلنا إلى السمكة المحبوسة داخل الماء وداخل المحيطات، هنالك جبال وهنالك أشجار وهنالك وديان وهنالك شمس وهنالك قمر، يعني بالنسبة لها الموضوع مدهش، الحياة بالنسبة لها هي فقط عبارة عن ماء وطحالب ويعني وأكل أسماك. إذا نحن أوتينا من العلم قليلا، لماذا؟ لأننا محصورين ضمن حواس خمسة نتلقى من خلالها ما يحيط بنا فيزيائيا، فقط معلوماتنا محصورة ضمن هذه الحواس التي مصممة أصلا على أبعاد ثلاثة، لكن من بعد عبورنا الحاجز إلى الآخرة أو عبورنا السبب، قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صيغة مبالغة من الحاد. هذا ما أردنا إيضاحه لكم، نأمل أن تكون قد عمت الفائدة، وصلى الله وسلم على خير مخلوقاته الذي صعد فرأى من آيات ربه الكبرى، ولكن ما زاغ البصر وما طغى، فرأى الأبعاد الأخرى وعاد ليقول لنا أوتيت علوم الأولين والآخرين، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأعزاء، نرجو من حضراتكم الاشتراك والضغط على علامة الجرس وكذلك الضغط على خانة إرسال جميع الإشعارات ثم حفظ حتى يصلكم منا كل جديد.